النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وفي الحديث الثاني من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثالث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.